الله بالقرآن يقول كم مثل الشجرة الطيبة وبعدين يقول عفوا خبيثة، فشنو من هي الشجرة الطيبة ومن هي الشجرة الخبيثة بالقرآن؟ تفضل الشباب أعطوني صوتكم وأدونكم، تفضل بالتكرف على الصوفية، تفضل سيدي. الشجرة الطيبة اللي في القرآن هي شجرة اللي هي بيقول فيها جاية في الآية اللي بعدين، النار نور الثمرات والأرض مثل كنوره مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الشجرة المنعونة في القرآن شجرة الزقوم. ايه اللي بيقولها الظالمون، على لعنة الله على الظالمين. والشجرة الطيبة هي شجرة الأنبياء كلمة لا إله إلا الله. هل احنا يوم القيامة راح نشوف شجرة الأنبياء وشجرة الزقوم؟ ربنا يبعدنا عن شجرة الزقوم يا رب. شنو شكلها؟ من نار الحميم وشياطين، حد يشوف الشياطين من نار الحميم يعني من نار ان شاء الله، هذه منفره. وبعدين ايه ده، هي شجره تخرج في اصل الجحيم، يعني النار ما بتاكلها. مداد يا ابو حجاز، هذا احلى تفسير.